اللي بسمعه ده. لا صدقي هي دي الحقيقة. ماما قوت. أيوة، ولو خلفناها واتجوزنا ما هقدر أصرف عليكي ولا أصرف على نفسي، وهنعيش في هم وغم، يمكن ده يخلينا نكره بعض. ما شاء الله ما شاء الله، أخو النجار قاعد ويا خطيبتي، هي حصلت تقعدي ويا راجل غريب، ودي بالذات كنتوا بتعملوا ايه هنا لوحدكم؟ ها؟ اسف انا وقلت ادب. علي استني يا ادب نقمح. علي سيبيني اقدمه عشان خاطري. علي بلاش خناق ارجوك. كده اهو بقى انت اللي هتأدبني يا ابن القماح. طب سيبيه ما تحشهوش، لما اشوف هيأدبني ازاي، يمكن نسي هو مين وانا مين. انا ليا الشرف ان ابقى ابن السيد القماح، وليا الشرف ان يبقى اخويا نجار، بس اللي ما شرفنيش صحيح ان مكان واحد يجمعني مع واحد زيك. لا خروج، ما انتش خارج من هنا قبل ما اعرف انت كنت هنا بتعمل ايه. دي حكايه تطير فيها رقاب. ها مين اذنك تقعد هنا ويا خطيبتي؟ انا اللي اذنت له. انت وايه المناسبه؟ ازاي تقعدوا ويا راجل غريب ولوحديكم؟ انا والاستاذ علي متربين سوا من صغرنا. نعم متربين سوا ازاي؟ هو من كفر سندس وانت من كفر اجاويد، ايش جاب لي جاب؟ بقولك متربين سوا وهنا في البيت ده، واللي بينا اكتر من صداقة. خلص امتحاناته ورجع البلد وجي عشان يسلم عليا، فيها ايه دي؟ لا ملهاش حاجة، بسيطة قوي. حاكم احنا في اوروبا هنا، ها بقى اللي بينكم وبين بعض اكتر من الصداقة كده اهو علني من غير خشة. تقصد ايه عباس؟ اقصد ايه؟ اقصد كان فارغ لاني ولا غيري نرضى بيه. في راجل في الدنيا يقبل ان مراته تتصاحبه يا راجل تاني؟ انت قلتها بطريقه ليها معنى تاني. لا تاني ولا تالت، هي لها معنى واحد بس، واحد وواحده قاعدين في خلوه لوحديهم، يبقى معناها ايه؟ ما تفورش دم اكتر من كده يا ابن الفرماوي. هو انا هفور دمك بس؟ داني هسيح دمك. عباس اسمع، انت زودتها قوي. انا ما اسمحش لاي انسان انه يهني او يهين انسان عزيز عليا في منزله اخويا ده. هو ومش بس كده، انت لازم تعتذر له. انا اعتذر له؟ ايوه ودلوقتي حالا. لازم تحترم البيت اللي انت فيه والناس اللي بيدخلوا البيت ده. انت لما تنطبق السما على الارض مش هيحصل. مش مهم الاعتذار، ملوش لزوم ما دام ما صدرش من انسان مهذب وعنده اخلاق. اسمع يا سيدي اخر الاخبار، اتضح ان بيومي ابو الروس مش ساكن مستدين في العمارة. يعني ايه؟ ساكن في بنسيون في الدور الرابع. بنسيون؟ ايوه، الراجل اللي قبض عليه البوليس اتضح ان هو صاحب البنسيون، ولما سالوه عن بيومي قال ان هو مأجر عنده اوضه مفروشه من سنتين، وانه بيغيب بالشهر والاتنين بس الاوضه معجوزه باستمرار لحسابه. حاجه غريبه. وازاي البوليس معرفش من زمان انه هناك؟ لا ده كل يوم والتاني يفتشوا على اللوكندات والبنسيونات ويعرفوا اسامي اللي فيها. بيومي كان نازل باسم غير اسمه، بقى واعي. انت فاكر اول مره جبتهولي عشان يشتغل معانا كان قفل ازاي؟ ايوه او بقى تعلم اتمسكن لغايه ما تمكن. لكن هيروح مننا فين؟ انا وراه الزمن طويل، يا يضيعنا اكتر ما احنا ضايعين يا هضيعه للابد. ما تفهمني بس ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه مفيش حاجه. مفيش ازاي وانت عاوز تسافر مصر وانت جاي تقعد معنا الصيف كله؟ ما تفهمني يا علي، ريح لي يا اخويا. حاجه ضايقتك؟ حد مننا زعلك؟ قلت لك مفيش حاجه يا حسن. ما هاني لازم اعرف ايه اللي مزعلك. تكونش الهاني مضايقتك؟ بالعكس، دي كانت في منتهى الذوق والكرم معايا. امال ايه الحكايه بس؟ افتكرت موضوع مهم لازم اسافر مصر واخلصه. موضوع ايه ده؟ اوراق خاصه بالكليه لازم اخلصها واقدمها. اشوف وشكم بخير. طب بقول ايه، ما ترجع بعد ما تقدم الاوراق دي. لما اشوف. دنيا
أخيرا ظهرتي وأنا عليك تخصمي ماما قلت 3 أيام. تعالي أبوسك. وحشتيني يا روح قلبي. هاتي الشاي يا مسعودة. هي دو ما تيش كلمة حلوة تقوليها لماما قوت. بتأسف يا ماما غصب عني أعصابي تعبانة. من إيه يا روح قلبي؟ من بني آدم اللي أكبرتيني تخطب له. عباس؟ أيوة عباس. ليه عمل إيه؟ علي جه عشان يزورك و... أيوة ما هو جه امبارح وسلم عليا. إيه كان عايز حاجة تانية؟ ما افتكرش كان بس عايز يزورك. أصله بيعز حضرتك قوي. نهايته وبعدين؟ لما جه حضرتك كنت نايمة ما حبيتش أصحيكي. قلت له اتفضل في الجنينة. وطبعا يا مامي مش معقولة أسيبه قاعد لوحده. قعدت معاه وإحنا قاعدين جه عباس شتم علي وأهانه واتهمني. امشي جاك قطع لسانه. اتجنن الولد ده ولا ايه؟ ده كان هيمسك في علي وطول لسانه عليه وقال انه ما يقبلش ان مراته تتصاحب على راجل تاني. صور يا مامي انا يقول عليا كده. هي حصلت كده ولا ايه؟ ده قال كلام كتير قوي قوي يا مامي. حاولت افهمه ان علي زي اخويا واننا متربيين سوا من صغرنا. مش عايز يفهم ده حتى رفض يعتذر لنا. كل ده حصل وانا نايمه؟ عباس ده انسان فظيع. انا مش قادره اتصور البني ادم ده هيشاركني حياتي. انا عندي اموت احسن. ما تنسيش ان من حقه يغير عليك لكن مش من حقه انه يشك في اخلاقك. هو شك في اخلاقي وبس؟ ده غير اهانته العالية. انت وعلي غلطانين. احنا اللي غلطانين. اه طبعا علي عارف انك مخطوبه وانت عارفه ان خطيبك بيغير عليك بالطريقه الفظيعه دي. ما كانش مفروض تقعدي مع علي. يعني اطرده؟ ده كان مستني حضرتك. مستني حضرتك يعمل بيا ايه؟ دنيا انا مش عبيطه. علي كان جاي علشان يشوفك انت يا ماما. ما تحاوليش فهميني حاجه تانية. ها انت بنفسك قلتي لي ان علي عايز يتجوزك. فده لو بيحبك صحيح وخايف على مصلحتك يبعد عن طريقك. يعني انا وعلي غلطانين وعباس هو اللي مش غلطان؟ لا عباس غلطان كمان بس غلطتك انت وعلي اكبر والحكايه دي لازم تتصور حالا. يا مامي انا مش عايزه عباس. ما بحبوش. ده بني ادم جلف. جايز كنت اوافق انك تسيبيه قبل اللي حصل. انا بقول جايز انما دلوقتي مش ممكن. ليه؟ لو فكينا الخطوبه بعد كل اللي حصل كل واحد في كفر اجاويد وكفر سندس هيقول انك مش صاحبه على علي وبتقابليه في السر وعلشان كده عباس رفض يتجوزك وستك هتبقى على كل لسان وسمعتك وسمعتي انا كمان هتبقى في الوحل. طب والعمل يا مامي؟ ولا حاجه حبيبتي. انا هحاول افهمه الحقيقه. هقول له ان علاقتك بعلي علاقه اخويه وبريئه وان دي مش غريبه على الاوساط الراقيه. ما هو لو اقتنع مش هيفك الخطوبه. ما هو لازم ما يفكش الخطوبه ولازم تتجوزيه. امال انت فاكره ايه؟ انا كل ما في الامر ان حداري الموضوع وافهمه ازاي يعامل بنات الاكابر. ده نهار اسود بقى حته وقت نصاب النجار يتطاول على ابن صالح بيه فرما وزموك. هو ده اللي حاصل يا ابو البيه. الله يعان. هزلت. امال يا بيه درجه ثانيه ليه؟ ما يسحبوها منا احسن. ما دام حته وقت هتفوت زي دي هيتطاول علينا. اللي مجنني ازاي دنيا تعرف وقت زي دي؟ واللي مجنني اكتر ازاي تسمح له يدخل دارهم؟ ده ناقص كمان تجيبه تقعد ويانا. قله ادب. احنا ما عندناش حريم تعمل كده. ده ما لها حق تعمل اكتر من كده. ما دام لقيتك خسع وسكت على اللي عملت. انا ما سكتش. امال عملت ايه؟ خدتها جزء لام على الزخه؟ لا. امال عملت ايه؟ ما طنطه. قلت لها عيب ما يصحش. عيب ما يصحش. بقى عاوز تتجوز واحده جايبه راجل غريب وقاعد ساير معاه قصاد عينيك وتقول لها عيب ما يصحش؟ لو حق صاب النجار يستهون بيني. امال كنت عايز اقول لها يا ابو البيه؟ تقدمي دي دلوقتي بقت في حكم مراتك. احنا قاريين فاتحه وجايبين شبكه ونيله وسلطيه. الحكايه مش لعبه. اذا كنت بكلم الواد صاب النجار وبديله كلمتين في جنابه راح بضربه بوز وقالت لي احترم البيت اللي انت فيه كمان. اه كسفتني قصاد الواد ابن القماح. لا يظهر الجوازه دي مش هتنفعنا. لا هنفهردك يا بلبي. ايه عاجبك اللي جرى يا واد عباس؟ لا ومين يرضى كده؟ امال ايه؟ لا ايدي اصلي انا بحبها يا بلبي. يا اخي حبك بوس
مالنا احنا ومال الحب والغرام وقلة الادب دي؟ بقى عاوز تتجوز واحده مش صاحبه على واحد وجايبها تقعد معاه تسير معاه، عاوزها تركبك زي الجح وتدلدل رجليها وتقول لك ها. انا بس سكت لها لحد ما املك زمامي. احنا لسه على البر ودور 400 فدان يا بلبي. ركك بس ينكتب الكتاب وتبقى على ذمتي وهتشوف حجالها ايه. ايوه بس لازم توريها العين الحمراء من دلوقت. الحريم دول يحبوا الراجل الحمش. ده انت لسه قايل لها جريها وانها تربيه خواجات. على كل حال انا متاكد ان الواد ابن القماح ما عادش هيساجي يروح ناحيتهم ابدا ولا يتكلم وياه. مش عارفك انه مش وياها دلوقت. من خلاص سردته. مش دراك انه بيقابلهاش من وراك يا فالح. يقابل ايه؟ يا نهار اسود، ده انا كنت اشرب من دمه ومن دميه. اسمع يا واد يا عباس، اذا ان غلطت لما وافقت راسب العالم دول، دول لهم من توبنا ولا احنا من توبهم. يعني ايه يا بلبيه؟ يعني حاجه من اتنين، يا نفسخ الخطوبه يا تقول لامها تربيه وتمنع بنتها من مقابله اي حد. امنعها يعني ايه يا فندم؟ انت عايزنا ما يبقاش عندنا ذوق ونطرد ضيوفنا؟ شوف يا استهانم، احنا ناس فلاحين طبعنا كده، الحريم ما تختلطش على الرجال ولازم الدنيا تمشي على طبعنا. لكن احنا بقى مش فلاحين ولازم انت اللي تمشي على طبعنا. لازم يكون في ذوق. يعني ايه؟ انا ما عنديش ذوق. هو اللي عنده ذوق يعمل اللي انت عملته ده؟ عيب قوي كده. يعني ابقى قاعد وياكي واسم خطيبك ابص لقيتك جايبه لي واحد ملوش اياته هالصفه تقعديه وياني؟ ده يصح يا استهانم؟ كنت تستنى لما يمشي وتكلمني انا، مش زعقله تمسك فيه. لا يمكن عايزنا نستأذن منه كل ما يجي لنا ضيف. انا مش قصدي، انا بس عايز اعرف ايه صفه الولا صبي النجار دي. اولا ده مش صبي نجار، ده طالب جامعي وكلها كم شهر ويبقى مهندس. وفرض ماله بيك؟ قلتلك متربيه سوا من ايام ما كنا اطفال. انت متربيه ويا دي؟ ايوه، ولازم تفهم اننا اصدقاء. نعم اصدقاء. بقى فيه واحده تقول لخطيبها انها متصاحبه على واحد تاني؟ سامعه يا استهانم؟ اسكت انت يا دنيا. يا عباس افندي، الناس اللي من الاوساط الراقيه ما تتهمش بالخناق ولا بالاسلوب الجاف ده. يعني بقى لتقيها قاعده ويا راجل غريب واسكت. شفت بقى ان انا كان عندي حق اني اصر على ان الخطوبه تستمر لمده سنه؟ اهو ما خدش شهرين واتضح انكم ما تنفعوش لبعض. ازاي هننفع ان شاء الله؟ بس هي تغير من طبعها شويه. اسمع، انت اللي لازم تغير من طبعك. ولو ان صعب قوي الواحد يتخلص من الغيره، وانا يستحيل اتجوز واحد بيغير. لا هو عيب اغير على خطيبتي؟ طبعا عيب. الغيره معناها انك مش واثق فيا وفي اخلاقي، وكمان مش واثق في نفسك، وهفتكر ده سبب كافي قوي عشان نسيب بعض. هدي اخلاقك شويه، هي كل حاجه تحصل تقول نسيب بعض. البنت عندها حق، الغيره بتحول الرجل لوحش، عندها حق تخاف. انا لا سمح الله ما بشكش في دنيا، انا خايف عليه. وواحد زي ابن القماح دي ما يقدرش الناس الزوات اللي زي حالاتني. هي ذات نفسها شافته بيكلمني ازاي، ده عمل راسه براسي. انت اللي ابتديت الغلط، لازم تتحمل النتيجه ولازم تعتذر. حقك علي، انا غلطان. يا حسن، يا حسن. ايوه سناي. كلم. اكلم ايه؟ شيخ الغفر بره عاوزك، بيقولك تروح للعمد حالا. الشيخ الغفر ذات نفسه؟ ايوه. مش عارف العمد عاوزك ليه. يعني معقول يكون العمد عاوز يشتري بيت؟ ده عنده فراخ ياما في العزب. اخرج له اساله العمد عاوزك ليه. طب بقولك ايه، خليه يتفضل وهاتي له شاي على ملبس. طيب. ادخل. السلام عليكم يا بيه. سلام يا اخوي. ايه الحكايه يا حسن يا عمار؟ حكايه ايه يا بيه؟ هو عشان الواد علي اخوك ما دخل الجامعه يقوم يقل ادبه على الناس؟ علي اخوي قل ادبه؟ وده معقول يا بيه؟ هو ايه اللي حصل؟ بسلامته بيرمي جدته على الاكابر ويكلم حريمهم ويتطور على سياد. سياده؟ ايه الحكايه بيه؟ انا مش فاهم حاجه من الاصل. ليه بقى؟ هو بسلامته ما حكالكش اللي حصل؟ ابدا يا بيه ابدا. ايه هو اللي حصل؟ عباس افندي ابني كان في دار خطيبته امبارح، بس بتاع الواد علي اخوك قاعد في الجنينه مع خطيبته. علي اخويا
قاعد ويا خطيبته؟ ايه وعلى اخويا خاطب؟ ده على اخويا لسه ما خطبش يا بيه. وبعدها لك بقى ما تفهم يا بني ادم. طب الهداوه عليا يا بيه عشان اعرف افهم. بس على اخويا راح يزور خطيبه مين؟ وانا اقول لك تقول احلبه خطيبه عباس ابني. طب وعلى اخويا يزور خطيب الساعه عباس بمناسبه ايه؟ اديك قلتها بعض لسانك. يروح ليه ويقابله ويقعد يتحدد معاها بمناسبه ايه؟ على اخويا يعمل كده؟ مش ممكن يا بيه، مش ممكن. ده حتى علي متربي وحي وبينكسب من خياله. اهو اللي انت بتقول عليه بينكسب من خياله ده كان قاعد معاه، ولما دخل عليهم عباس خد ابنه وشافه قام طرده، قام الواد اخوه اتطول عليه ومسك في خناقه. مش معقول يا بيه، مش معقول يا بيه، علي ما يعملش كده ابدا. طب ده علي طول عمره طيب وفي حال. يعني انا بكذب ولا ايه يا حسن يا عماه؟ العفو يا بيه العفو، بس اللي انا متاكد منه ان على اخويا ما يعملش كده ابدا. ده عينه عمرها ما اترفعت في حرمه. لكن انا بقول لك عمل كده. اذا كان عمل كده يبقى الحق راكبه من ساسه لراسه. بس المؤاخذه يعني يا بيه، هي مين خطيب الساعة عباس اللي كان قاعد وهي اخويا علي؟ بنت قطن قلوب هذا الست دنيا. لو انت كمان تعرفها. اللي اعرفها يا سعاده البيه؟ طب ده انا اعرفها لما كانت قد كده اهو، وعلى اخويا وهو صغير كان بيلعب وياها في دار الهانم. ولا ذهب يخليه يتهجم عليها في دارها ويقعد معاها بعد ما سابها كبيره ومخطوبه الراجل. يا بيه انت مش واخد بالك، ده على اخويا بيروح الدار عشان يسلم على الهانم الكبيره، اكمل لها يعني بتعطف عليه عشان يتيم وغلبان. اه بيشحت منها يعني؟ لا يا بيه، لا على اخويا ما يشحتش. دي الهانم بتعامله كانه زي ابنها بالظبط. ابن مين يا مجنون انت؟ بقى الهانم بنت البشوات، هتعامل الواد اخوه ابن القماح الاجري زي ابنه؟ القماح الاجري كان غلبان صحيح، لكن عاش شريف ومات شريف، وانا اخويا لينا الشرف ان احنا اولاد. انا مش عاوز اسمع كلام كتير. انت تتبع الواد اخوك ده ما يهاوبش يا ابن دار الهانم ابدا، ولو شاف دنيا في الطريق يودي وشه لياما التاني. لو بصلها بنص عين او كلمها نص كلمة مش هيحصلوكوا. طيب يلا الجار. صباح الخير يا مسعودة. يا بابي يسعد صباحك. لا 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 القبه دي كلها. سمحت كلامك بقى ولبست اللي على الحبل كله. اهو كده تصدق اني اول ما شفتك ما عرفتكش. يعني بقيت اعجب يا بنت. الا تعجب، دي بنات الكفر لو حد شوفك هيتهبلوا عليك. الله يجازيك يا مسعوده ضحكتيني. ايه مش مصدقني؟ بكره تشوف. بس يعني ايه لو تقلع التربوش دي؟ ما تخليه ده مدار الشعر الاخضر. لا 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 مؤاخذه متولى فندي، لا مؤاخذه في دي الكلمه، اصل التربوش مش نظيف. ما تخليه يا مسعوده ده مخبي الشعر فين البيت. الشعر الابيض كبر مقام. اقلع التربوش، اقلع خليك على الماضي. اقلع وادي التربوش. ايه رايك بقى؟ اهو كده صراحه 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 ولا البهواء. يا بنت بطلي بقى بلاش نفاق. طب روح بص في مراه وانت تشوف بنفسك. انت رايحه فين؟ انا رايحه الم شويه طماطم من الجنينه. هي الهانم صاحيه؟ ايه وحديها خبر انك جيت. ازيك يا متولي افندي؟ صباح الخير يا ستاني. صباح الخير. أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي على كل اللي عملتيه وأنا عيان. ربنا يديك الصحة ويطول لنا في عمرك ويقدرني على خدمتك.
ايه ده؟ انت فيك حاجة مش طبيعية. مش طبيعية زي استهان. فيك حاجات ناقصة كتير. ايه اللي ناقص فيه يا ست هاني؟ الشعر اللي كان دايما في وشه. الشعر؟ ايوه، شعر دقنك كان دايما طالع من جلدك، لا بيطول ولا بيقصر. وكنت عايز اسالك من زمان ازاي باستمرار بتخليه طول واحد. لا، ما انا حرقت دقني خلاص. مبروك. بس افتكرت الطربوش. كان هنا في طربوش وكان عليه زي اسود كده هو من تحت. ايه، خليك كده احسن. خلاص ما دام عاجبك شكلي كده خليني كده. عجبني يعني ايه؟ انت مجنون. لا العفو يا ست هاني، ما انا ما اقصدش اللي بال حضرتك راح له. مال تقصد ايه؟ قصدي يعني شكلي عاجبك كده. كده احسن. امرك يا فندم. صحتك بقت كويسة دلوقتي؟ الحمد لله. لازم تخلي بالك من صحتك كويس وتحاسب من البرد. حاضر. حضرتك تأمر بحاجة؟ ها؟ أيوة، أنا أنا عايزك تمر على العزبة وتشوف الأنفار عملوا إيه. حاضر. و هنجمع المحصول امتى؟ ان شاء الله الجمعه دي هتفق مع الانفار يجمعوا المحصول واتصل بالتجار في البندر عشان يجي يشيلوه. اهو كده. عن اذن حضرتك امر على العزبه. قول لي يا متولي افندي. افندي، هي مسعودة كانت بتشوف طلباتك كل يوم؟ ايوه يا ست هاني، وتعبت معايا قوي. ربنا يجازيها بالخير ويبارك لنا في حضرتك. غلط انك تعيش لوحدك، لازم يبقى في حد معاك. ادي انت شفت لما عييت ما لقيتش حد يشوف طلباتك. اعمل ايه بس يا ست هاني؟ اصل مراتي توفت من 15 سنة ومليش لا ولد ولا بنت. طيب وما فكرتش تتجوز بعد المرحومة؟ ما هنش عليها اتجوز بعدها يا ست هاني، اصل كنت بعزها قوي وكانت بتعزني وتخدمني وتخاف عليا وراضيه بقليل. ايه يعني هتعيش طول عمرك من غير جواز؟ يا صحيح العزوبيه صعبه على واحد في سني، لكن اعمل ايه، الواحد كبر بقى ومش هيلاقي حد يرضى بيه. طب ما تدور يمكن تلاقي. خايف يا ست هاني. من ايه؟ خايف اتقدم لواحده ترفضني. كرامتي ما تسمحليش ان اتقدم لواحده وتقول لي لا، تبقى حكايه واهل البلد يعملوها سليه ويتسلوا بيها. اتدور على واحده تناسب سنك. ما تنفعنيش يا ست هاني، اللي تناسب سني دي هتبقى كبيره وعندها 100 مرض، عايزه اللي يخدمها. هجيب لي نفسي بلوى. عندك حق يا متولي افندي. ما كنتش عارفة ان عندك بعد نظر. الدنيا علمت الواحد يبص حواليه، الواحد برضو لازم يبص قدامه. اللي يمشي مغمض يكعبل يا ست هاني. عفارم عليك، روح في شغلك. حاضر. السلام عليكم. بس لو ما كانش فلاح. عباس فرماوي عمل كده ولولا احترامي للبيت اللي كنا فيه كنت مديت ايدي عليه واديته درس ما ينساهوش ابدا. انا مش قادر افهم ايه سبب عداوته ليك، ده حقد عليك قوي. ملهاش غير تفسير واحد، مش طايق يشوف ابن الفلاح الغلبان اخو النجار الفقير المكافح ينجح في دراسته وهو ابن العز والجاه فاشل.
وده ماله مال دنيا ودخولك بيت طنطقوط؟ تلكيكه بقى عشان يتخانق معايا ويفكرني بمكاني في مجتمع القريه قدام دنيا. لكن برافو على دنيا، اديته جامد وقفته عند حد. لا نشت، انا مش هممني موقف عباس فرماوي اللي عمله، انا اللي هممني تصرف قوت هانم اللي راعتني وربتني وانا صغير. ليه تطعني فجاه في قلبي وتحرمني من اغلى شيء في حياتي؟ ليه ترفضني وتقبل عباس؟ انت طلبت منها دنيا ورفضت؟ لا، لكن دنيا صرحتها باننا بنحب بعض واني منتظر لما اتخرج علشان اتقدم واخطب، ورغم كده رفضت وقبلت عباس فرمان. ما تستغربش اي حاجه تعملها طنطقوط، انت عارف جنانها. نشأة، ازاي تقول عليها كده؟ انت ناسي دي تبقى لك ايه؟ انت لسه بتدافع عنها؟ برغم كل اللي حصل ما انكرش ابدا انها سيده فاضله كريمه تحب الخير. طب وتصرفاتها اللي مش طبيعيه؟ يا راجل دي لما تحب تفهم تصرفاتها بالمنطق تلاقي نفسك عاجز عن الفهم. حاول تتخلص من راي ماما امينه عنها، احكم انت بعقلك. احنا ما نعرفش بالظبط ايه سوء التفاهم اللي حصل بينهم خلاهم يخصموا بعض. طبعا انت عارف ان الواحد لما يبقى زعلان من واحد بيقول حاجات عنه بيضخمها الغضب. ده ايه الدفاع الحر ده كله؟ ده انت لو كنت ابنها ما تدافعش عنها كده. انا فعلا ابنها. نعم يا اخويا. ما خبيش عليك، انا شات الشخصيه اللي بترعاني من صغري وانتشلتني من مصير المظلم في كفر سندس هي اوتال. انت بتقول ايه؟ دي الحقيقه اللي عرفتها من احمد بيه لما جه بلغني بالموضوع. عمي احمد هو اللي قالك كده؟ هو ما قالش كده، لكن انا فهمت. مش ممكن. ارجوك يا نشأة ما تجيبش السيره بالموضوع ده لاي مخلوق، هي مصممه ان محدش يعرف الحكايه دي. واحمد بيه حذرني من مجرد السؤال عن الشخصيه الكريمه دي، وقال لي ان نتيجتها هتكون التخلي عني. انا مش مصدق قدامي بقى، طنط قوت هي اللي. لكن انا مستغرب ليه طنط قوت ممكن تعمل كده واكتر من كده. خليك انت. سلام عليكم يا فندم. سلام ورحمه الله. مين يا نشأة؟ ده خليفه البواب. الله، هو الباشمهندس هنا؟ اهلا يا خليفه. خير؟ جالك جواب يا باشمهندس؟ متشكر، الشكر لله. اجي انضف لك الشقه امتى؟ ان شاء الله بكره. حاضر، سلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. هو ده المحصول يا فتيحه؟ بقى الفدان ما يرميش غير اردبين واردبين ونص. انا مش عارف اقول ايه يا حسن افندي. انا ورجالتي على يدك ويد عم متولي كنا بنشتغل في الغيط بما يرضي الله وربنا العالم. اقول ايه انا صاحبه العزبه يا ناس؟ ارض عافيه ومتسمده بلدي وكماوي والتقاوي ممتازه، والاخر المحصول ما يجازيش المصاريف. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. بقى بعد ما كان الفدان بيرمي 12 اردب يرمي 2 ليه؟ لازم فيه سبب. انا كمان هتجنن، انا مش عارف حصل ايه للزرعه الموسم ده. لا لا ما تقوليش كده يا فتيحه، 100% في سبب وانت عارفه ولازم تقولهولي. غرضك ايه يا حسن افندي؟ يعني انا ورجالتي اللي خلينا الارض ما تطلعش زي الاول دي حاجه بتاعت ربنا؟ ربنا ياخدك انت واللي وياك. يا دي اتكلم كلام معقول. اقول ايه؟ اقول ايه بس؟ دي ارزاق والارزاق بتاعت ربنا. فتيحه فتيحه اتعيد معانا يا هاد، ما تلفش علينا، في سبب وانت عارفه كويس واحنا لازم نعرفه دلوقتي اهو. انا راخر قبل جمع المحصول اتامل في العداد الاقيها قصيره وعاجزه، وكل عود يا دوب شايل سبلتين ثلاثه، والحب الحب زي ما يكون مساوس يتفرج في الايد. اتكلم يا هاد اتكلم يا فتيحه. ولا تحب اوديك لحد تاني يخليك تتكلم؟ انت بتهددني؟ بتهددني يا حسن افندي؟ مش عيب كده، انا من الصغير عشان يتعمل فيا كده. شايد علي يا عم بتولي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي اللي وياك. يعني انت عاوزنا نعمل ايه اكتر من كده؟ لو النفر عندكم يبقى مغسل وده من جني، احنا عملنا اللي علينا والزرع باظت، دي حاجه بتاعت ربنا. يا فتيح
يفتح فهمنا السبب بدل ما جرجرك انت ودستت القنطاع اللي وراك على المركز. فهمنا السبب يفتح. وانت عارف ايه اللي ممكن يحصل هناك؟ الارض دي لا بتاعتي ولا بتاعت عم متولى فندي، دي بتاعت بنت باشا، بنت باشا. وافهم الباقي لوحدك بقى. اولى يا ناس اولى. الحقيقة عايزين الحقيقة. ايه اللي عمل في الزرعة كده؟ يمكن يعني حد يكون رش حاجة على الغل وهي قايمة تزرع، او حد يعني حط حاجة في مية الري. يا نهاركم مش فايت. انتوا سميتوا زرع يا ولا؟ اني لا لا وده معقول؟ حرام عليك دكتور بنت مظلوم. بنت قريتها وبعضمة لسانك. هو اني قلت انا اللي عملت؟ أنا بقول يمكن. أمال إيه؟ نتكلم. هو مش هيتكلم إلا في المركز. خليك هنا يا عم متولي يا فندي، أنا بروح أتكلم مع عمري في التليفون. والله والله بادي ولا أي واحد من رجالتي. أمال مين أنا؟ ما تنطى. بس ما حدش يقول إن أنا اللي قلت. لحظة البنت أختي الغلبانة تتطلع ودي وراكم لحم. يبقى سعداب وكف اللي عمله. الله يخرب بيتك وبيته. بقى يعني عشان ما هددك بطلاق اختك تخون الامانه يا فتيحه. انا غلطت لما سامحتك مره واتنين، لكن النهارده لازم اصلح غلطتي. يعني يعني قدام يا اخويا على المركز انت ودست القنطاع اللي وراك. مركز ليه بقى؟ هو اللي عملت كده ولا سعداوي؟ ما انتوا كلكم عصابه واحده ولازم تاخد جزاكوا. حسن ايوه بلغ المركز. هو عباس وابوه جننوا؟ اديك قريت جواب اخويا حسن بنفسك. صالح الفرماوي وابنه بيهددونا، فاكرين ان البلد بلدهم لوحدهم، فاكرين ان هم بس الناس واحنا من طينه تانيه غير طينتهم. ما تسالش فيهم ولا حد منهم يستدري يعمل لك اي حاجه. خليك في دراستك ومستقبلك اهم. طيب يا عباس يا فرماوي انت وابوك هيجي يوم ونتقابل. ومأمور المركز عمل ايه؟ لمهم من بيوتهم واحد واحد وخد اقوالهم في محضر، والصبح هيتحولوا للنيابه. والراجل اللي اسمه ابو كف. ايوه مسكوه. ده اول واحد مسكوه واتاخدت اقواله. طيب وبعد كده هيعملوا معاهم ايه؟ النيابه هتحقق معاهم طبعا وتحولهم للمحكمه، واللي يثبت عليه حاجه هياخد جزاته. ما انا قلت لك 100 مره بلاش تشغل المجرمين دول. ما سمعتش كلامي وادي النتيجه. ما كانش قدامي غيرهم. بلد مليانه رجاله. يا مليانه صحيح، لكن كلهم مناسبين بعض وما بيرضوش يتعدوا على بعض، والغريب اللي يتدخل بينهم يضايقوه ويطفشوه. ها يعني باختصار لازم اتسرق وابقى عارفه ان انا بتسرق واسكت. اهو مغاروا خلاص، وان شاء الله مش هيخرجوا قبل 3 سنين، والحمد لله ان ربنا كسب سترهم. بعد ايه؟ دي خسارة كبيرة. ربنا يعوض عليك يا ست هانم، وان شاء الله الزرع الجاي يكون مبروكة وتغطي كل الخسارة. زرعت ايه بس يا متولي؟ دي الارض خسرت. الارض شربت البلا الازرق اللي حطوه في مية الري، وزي ما انت بتقول مفيش حد يزرع العزبة. مادام خلصنا منهم هنلاقي غيرهم. من ايه؟ من اهل البلد برضو. قرايب اللي اتمزقوا؟ لا. امال هنعمل ايه بس يا ست هانم؟ مش هزرعها. لا يا ست هانم، العزبة ما كانتش تتزرع سنة ورا سنة يحضوه. طبور ما عادش يهمني، أنا زهقت خلاص. ألو، أنا وردة يا ماما أمينة. الله يسلمك. نشأت عندك ولا اتصل بيكي؟ أصله معاده يرجع الساعة 2:30، وده احنا دخلنا على المغربية. علي القماح معقولة يكون رحبه من غير ما يعدي على البيت ولا يتصل بالتليفون؟ عندنا نمرته. طيب اكلم. الو انا علي.
مين بيتكلم؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا نشأت؟ لا ما جاليش النهارده. شغل؟ شغل ايه؟ ده النهارده اجازه رسميه. انت رحت الشغل؟ اجازه مرضيه. بس غريبه قوي انه قال لك كده. ده كان امبارح عندي وقال لي ان عيد ميلادك النهارده ومحتار يقدم لك ايه. بالمناسبه كل سنه وانت طيبه وعقبال 100 سنه. متشكره. ما قلقش ازاي بس؟ ده عمره ما عملها. لا ما تتعبش نفسك. يا ساتر يا رب، درز الباب بيضرب. عن اذنك مع السلامه. ايوه ايوه ايوه. مساء الخير يا زوجتي العزيزه. كنت فين؟ خضتني عليك. في الشغل. شغلي ايه والنهارده اجازه؟ اخ انكشفت، مش نافع الحجه دي. انت واخد الحكايه هزار وانا اعصابي تعبانه. مش مقدر اني حامل واي حاجه بتتعبني. متاسف يا ورده يا حبيبتي، انا عارف ان النهارده مفيش شغل ولا حاجه، بس انا بقى كدبت عليكي علشان اعمل لك مفاجاه حلوه قوي. سمي اللي حصل ده مفاجاه حلوه قوي. لو تعرفي ايه هي المفاجاه هتديني قبلة على الخد ده وقبلة على الخد ده. طب قوم اقفل الباب قوم. مش لما تدخل المفاجأة الأول. يا اخواتك خلنا، أنا تعبت من وقفة. مين؟ أبويا. ازيك يا وردة؟ وحشاني يا بنتي. ازيك يابا؟ الحمد لله. وحشاني قوي. ازيك؟ أمال أنا نقول إيه وأنا كنت في أبويا زي اليتيم من غيرك يا بنتي. بقول لكم إيه؟ خشوا عيطوا جوه عقبال ما أجيب الشنطة. اتفضل يابا، اتفضل اقعد استريح. وحشتني قوي يابا، وحشتني. طيب يا بنتي ايه رايك بقى في المفاجاه الحلوه دي؟ حقيقي مفاجاه ما كانتش تخطر لي على بال. بقى انت سافرت الصبح علشان تجيب ابويا؟ طبعا، ده عمك لاني غالي عليا قوي. تعيش يا ابني. انت لازم تقعد معانا على الاقل شهر. شهر كتير قوي، كفايه اسبوع. بس عليك يا نشأة، دي كلمة تقولها برضو وفي وش ابويا كمان. دي لسه خامة نشأة يا فندي، وبتصدق أي حاجة تتقال لها. أنتم مخبيين عليا إيه؟ عمك لاني هيعيش ويانا على طول. ما تروق ماي. وأنا من كل ما أجي لك تقعد تقول لي نبيل نبيل نبيل. أصلي افتكرت مرة سألته، قلت له عايز تطلع يا نبيل لما تكبر؟ قال لي عايز اطلع زيك. الولد ما غلطش. مش الاب بيبقى هو المثل الاعلى؟ لما المثل الاعلى يبقى مزور مهرب ونصاب، الابن يطلع ايه؟ انت ما عندكش اولاد يا فوزي بيه؟ ما انت عارف ان انا مش متجوز حالي، هيكون عندي اولاد منين؟ ايوه صحيح. ازاي الفدان يرمي اردبين بس؟ دي سرقه عالم. مع ان ارض عزبه الهانم احسن ارض في العيب بتاعنا كله. الراجل اللي وصل العزبه ده حرام. حرام ايه؟ ده ريس منصب. الهانم ما تفهمش في الزراعه والفلاحه، وده انتهزها فرصة ونزلناها. قالوا يمسحها في الأنفار ويقولوا إنهم عملوا معرفش إيه في المية. عمرك سمعت على حاجة زي دي يا بلبيه؟ مولقها على نياتي. قالها إيه كلام فارغ صدقته؟ ما هو أصل الزواج دول اللي فيهم عرق عثماني لما يطمنوا الحاد يسيبوا له كل حاجة يعمل زي ما هو عايز. قالوا إيه؟ نسيبه وكفه ولا اعترف له بتسميم المية؟ إما البلغ عليه ووداه في داهية ليه؟ ما بقاش عمدة ولا بيه؟ ما كانش الراجل متولد عم يسرق، هو الواد حسن جوز بنت اخوه، ولما حس انهم هينكشفوا اما مسحوها في الانفاق. فخره الهانم قرفت من العزبه ومن الزراعه وحلفت 100 جميل ما تزرع العزبه بعد كده. ازاي دي تسيبها من غير زراعه؟ ما هو من اللي شافته يا بربيه، ما هو كمان حرام تصرف على الزراعه الوفات وفي الاخر تقبض ملاليك. لا انا لازم اشوف لحل في الموضوع ده. هي دي لها حل؟ دي نصيبه. الهانم تبقى أم خطيبتك، يعني بقينا أهل، وإذا كان هي ما يهمهاش العزبة، إحنا بقى يهمني. دي هتبقى في يوم من الأيام دي بنتهي، يعني هتبقى أرضك.
أنا صراحة خفت أتكلم في الموضوع ده لا يفكروا حاجة كده ولا كده. والله يا بلبيه لو تروح حدا هناك لا تصعب عليك الأرض، ما فيهاش إيراط واحد، إيراط واحد مزروع. سدح مداح كأنها أرض بور. لا دي حاجة ما ينسكتش عليها أبدا. أنا هروح بنفسي أكلم الهادي. تكلمني في إيه؟ الأرض. أرض إيه؟ أرضك يا هانم العزبة صعبان عليها تتسبقى كده من غير زراعة، مع أنها من أجود الأراضي اللي في زبان البلد كلها. أوه بلا وجع دماغ. حرام يا هانم، حرام تسبقى من غير زراعة. ده اللي عنده نص فدان بيموت نفسه عشان يزرعه ويطلع منه بقرشين، ودول 400 فدان. أنا خلاص زهقت من الأرض والانفار والسرقة، أنا أوجع دماغي ليه؟ من شاء الله عنها ما اتزرعت، أنا عندي اللي يكفيني وزيادة. خسارة يا هاني، وإن كان على متاعب الزراعة، أنا أجيب لك أنفار من بلدنا يزرعوها، محدش هيستجري يتعرض لهم، وعباس أفندي ابني يبقى يواليهم بنفسه، بس المهم تطرد الراجل الضلالي نظر العزبة. متولي الحصري. أنتوا بتقولوا إيه؟ بتقولي أفندي مش حرامي؟ ده حرامي وخبيث وبيقسم الأنفار كمان. أنتوا جبتوا الكلام ده منين؟ أنتوا شفتوا عنه حاجة؟ وإحنا لازم نشوف، أنا ليا نظرة في الواحد. دي باينة زي الشمس. مامي؟ بتعملي إيه يا مامي؟ أهلا بعروستنا الحلوة. أهلا. أهلا بست البناه. إزيك يا دنيا؟ إزيك يا دنيا؟ الله كويسة ميرسي. الدنيا حر هنا قوي، ما تنزلوا الجنينة أحسن. لا معلش يا حبيبتي، أنا أصلي بتكلم مع صالح بيه. ما تنزل تتمشى في الجنينة مع حطتك يا عباس أفندي. طبعا عن إذنكم. اتفضل. لايقين لبعض قوي مش كده؟ لازم تعرف يا عمدة ان متولي افندي راجل امين ومخلص، وانا وقبل مني بابا الباشا الله يرحمه كان بيأمنوا على الوفات من غير بصولات، وعمره ما شاف عنه حاجة. امال يعني الخسارة اللي حصلت دي كانت بسبب ايه؟ هو كنا مصدقنا بسبب المية وكلام الفارغ دي؟ لا ده مش كلام فارغ يا عمدة، لان اللي عملوا كده اعترفوا في البوليس والنيابة، ومتولي افندي مش كذاب. دنيا أنا ما عندش قادر أفكر في حد غيرك، ساعات ألتقي نفسي سرحان وبفكر فيكي وأنا مش قادر أنعس. أعرض نفسك على دكتور. دكتور ليه؟ عشان يقولك على دواء ينيمك. لا أنا عيان. هما ما بتنامش ليه؟ عندكم حشرات؟ يا دنيا بقولك بفكر فيكي، بفكر فيكي أنت ليل ونهار. هو أنا مشكلة يا أخي عشان تفكر فيا بالشكل ده؟ يا دنيا انا بحبك، مفيش في الدنيا دي كل تنافر بيحب وحدي قد ما حبيتك للدرجه دي واكتر. داني بتحرق من نار حبك. ايه ده خليك عندك؟ نعم كل ما اقرب منك تبعد عني. يا سلام، هما المنتظر مني ايه؟ انا واخد على خاطر منك. ليه بقى يا سي عباس؟ بتهيالي كده انك ما بتحبنيش. فعلا فعلا انا ما بحبكش. معلش برضو انا هستحملك واصبر لحد ما تعرفي بنفسك وتتاكدي انت تستاهل حبك. ليه سايباني وراحه فين دنيا؟ انا مش عارف انت ليه محكمه رايك ومش عايزانا نزرع لك العزب. انا اللي مش قادر افهم انت ليه مصمم يا عمده على انك تتدخل في شؤوني الخاصه. يا هانم احنا نسايب يعني ايه؟ ومصلحتك هي مصلحتني. أنا مش عايزة مساعدة من أي حد، ومش عايزة أي حد يتدخل في شؤوني خالص. يعني الحق علي أنا إني بدور على فايدتك؟ غلطانة أنا؟ مش عايزة فايدة من حد. طب بلاش حضرتك، بنتك دي مش حرام تهملي أرضها وتحرميها من خيرها؟ الدنيا ملهاش أرض، الأرض أرضي أنا. وأنت وهي إيه؟ ما أنت واحد، وزي ما أرض مسيرها تبقى لابني، أرضك أنت كمان مسيرها بعد عمر طويل تبقى لدنيا. لا 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 ده ايه؟ انت ليك ورثه غيري؟ كويس كده، اديك وصلت لمربط الفرس. كويس انك صريح وعايز تعرف الورثه. مش الغرض، الكلام هو اللي بيجيب بعضه. انتوا بقى لما جيتوا علشان تخطبوا دنيا
كنتوا جيتوا تخطبوها علشان شخصها ولا علشان ميراثها؟ كلام ايه ده يا هانم؟ احنا ناس عينينا مليانه، ما تبصش لحاجه في ايد حد. صالح بيه فرماه وزمك بيدور على الاصل وبس، واحنا اللي معانا شويه دول 180 في الدنيا هان. كويس كده قوي، ما دام المساله بقى وصلت لكده انا احب بقى افهمك حاجه مهمه. اتفضل. دنيا يا عمده مش بنتي. ايه؟ مش بنتي. كلام ايه ده يا هان؟ مش بنتك ازاي؟ زي ما بقول لك كده، دنيا مش بنتي، انا عمري ما خلفت لاني عمري ما اتجوزت. يا سنه سودا ومطينه بطين، امال تبقى بنت مين؟ بنت ناس قرايبي من بعيد اتيتمت من الاب والام وهي في سن 3 سنين، اخدتها وعملتها زي بنتي، وهي فعلا في معزه بنتي. ده فوق هيطير مني يا عالم، بقى دنيا مش بنتك؟ ما انا قلت لك انها مش بنتي. واهلها دول بس ابولهاش ارض؟ ابوها كان موظف ما حلتوش حاجه، لكن احنا لما كلمنا عليها العباس ابني اتكلمنا عليها على اساس انها بنتك. ودلوقتي المساله اتغيرت طبعا. يعني احب اعرف هيكون لها مراس ولا لا؟ لا. كحيتي يعني؟ كحيتي يعني ايه الكلمه دي؟ يعني احنا يا هانم ما بننزلش حاتين. يعني كنتوا بتدوروا على الفلوس والاملاك؟ لا، ندور على الفقر. الخطوبه دي مفسوخه يا علي حباه. ما تعليش صوتك. بص انت هنا في بيت مش في زريبه. انا عاوز ابني. ما تاخد يا اخي، يعني احنا هنخديه ولا هنخطفه؟ ما تروح في 60 داهيه انت وابنك يا مسعوده. مسعوده نعمل استنى. روح اندهي ابن الراجل ده من الجنينه واندهي كمان دنيا. حاضر استنى. حاضر. كأنك مش مصدق اني بحبك. طب احلف لك بايه اني بحبك؟ الحلفان مش دليل، ممكن اي حد يحلف كده. كده برضو يا دنيا. قولي يا عباس، لو ما كنتش غنيه وبنت قوت هانم كاظم كنت برضو حبيتني وجوزتني؟ لا، انا طلبت اتجوزك عشان ما عندك 400 فدان. يا دنيا انا بحبك انت وبس لشخصك، ولو كنت بنت فلاح اجري يوميته 3 سير برضو كنت احبك واتجوزك. طب افرض ان انا فعلا مش غنيه واشترطت عليك تكتب لي نص ارضك كنت هترضى؟ بس يغور ابويا في 60 داهيه وورثه وانا اكتب لك نص الارض على اسمك بيع وشراء. ها صدقتيني بقى؟ سي عباس، ست دنيا الهانم عايزاكوا جوه. هما اتاخروا كده ليه؟ عايزين يا مامي. تعالي هنا يا دول. ولا يا عباس. ايوه بلبي، احنا اتغشينا في النسب ده. اتغشينا؟ اتغشينا ازاي يا بلبي؟ طلعت المحروسه ومش بنت الهان. يا نهار اسود، امال بنت مين؟ ناس ما عرفوهمش وطلعت مليطي، يعني ما حنتهاش اللضع. وايه العيب في كده؟ هي الواحده بشخصيتها ولا بفلوسها؟ شخصيتها؟ شخصيتها دي ايه؟ شلها هي شخصيتها. ولا عباس؟ ايوه بلبي، الخطوبه دي مفتوحه بالسعاده، فاهم؟ طبعا يا بلبي طبعا. انت بتقول طبعا؟ انا ما نسيبش ناس غشاشين. اخرف، احنا ما غشيناش حد. انا عمري ما قلت ان دنيا غنيه وعندها املاك. انتوا اللي تصورتوا كده وصدقتوا نفسيكم لانكم داخلين على طمع. انتوا لازم تردوا لنا شبكه دلوقتي. دنيا ارمي لهم شبكته. والخاتم السلاطين لعين. انا عاوزين خاتم سلاطين بالسقي الفلاني. يا اخي حطه في عينك وحصوه مالح. فقر وانتظر. اسمع يا راجل انت، ما تفتحش بوقك والا بعدين انا هبهدلك. لا، محدش يقدر يبهدل ابويا ولا يمسه بنص كلمه. يا سلام، ما انت لسه قايل انك مستني لما يموت ويغور في داهيه عشان تورثه وتكتب لي نص الارض باسمي. ايه؟ تتمنى موت يا نطحه؟ ابدا يا بابيه، دي كدابه عايزه توقع بيننا. بره
تمشي اخرجوا بره. قدامي يا خسع يا ابن الخسع. قبل ما تمشي يا عمده عايز اعرفك حاجه. ما تفتكرش انك ذكي، في اللي اذكى منك. اوعك تفتكر انك انت اللي فسخت الخطوبه. انا اللي فسختها بعد ما تاكدت انكم طمعانين في ثروه الدنيا. بقى انت اللي فسختيه. ما تاخدش على كلامها بالبي، دي بس من حرقتها على الخطوبه اللي اتفسخت. ايه على رايك يا عباس يا ابني؟ وصردين قال وايه بتتكلم عن بسلامتها كان صحيح حلتها حاجه وان احنا اللي كنا طمعانين في ثروتها. طبعا الدنيا مش فقيره زي ما قلت لكم، الدنيا عندها كتير كتير قوي. ايه عندها الشرف والفضيله وغير النفس والحاجات دي. مظبوط، كل اللي قلته ده مظبوط. بس في حاجه بقى انا خبيتها عليكم لما شفت طمعكم البشع. تلتين العزبه هتورثها دنيا. Come on.